هنا غيمان مكان الملك الحميري التبع أبو كرب أسعد المعروف بأسعد الكامل. هذا هو القصر الذي حكم منه اليمن أو الجزيرة العربية برمتها. طبعا هناك آثار مذهلة ومدهشة التي كان يستخدمها أسعد الكامل. من هذه الآثار البرك المنحوتة في الصخر، تعالوا بنا لنرى هذه البرك. تعالوا، هذه هي البركة، هذا ما يسمى بالبريك أو الكروف كما يطلق عليها أصحاب المنطقة. هذا يعتبر مخزون استراتيجي للمياه التي كان يستخدمها الحميريون القدامى ومن جاء بعدهم من الملوك. تعد احتياطيا أساسيا للماء، لو حوصر أي ملك في هذا المكان فبإمكانه أن يشرب أو يستخدم هذه المياه لعشرة السنين. هذه البركة نحتت في جوف الصخرة الصماء. نحن الآن سننزل إلى البركة لنرى مدى الإبداع الذي وصل إليه أجدادنا الحميريين. هذه هي الصخرة الصماء، شاهدوا الآن نحن في قاع هذه الماجل، هذه الصخرة. ولك أن تتساءل ما هي الوسائل التي كان يستخدمها الحميريون والسبئيون القدامى في حفر الصخور وتطويع هذه صخور الكاسية لهم. هذا ينبئ عن ثقافة وحضارة عريقة. أيضا حينما كانت تنقش الأحرف الخط المسند على بعضها، إنما ينبئ عن حضارة عريقة جدا تميز بها اليمنيون القدامى. ما رأيك؟